لم يكن لهم حظ كباقي حظوظ الأطفال، رغم أنهم يعيشون في أغنى البلدان لما يحتويه من ثروات فوق وتحت الأرض. إنهم أطفال العراق. أنا قاعد أشتغل عشان من الصبح لليل بالساعة بالستة وأطلع الساعة بالثمانية، ما حد ويانا، أبويا ميت ويحنا العيشة هنا بس أنا وأخويا قاعد نشتغل من الصبح، ولا عندنا ولا راتب ولا شيء. احنا على العيشه ما حد يعيننا غير تنعينا هنا ونجيب لي الاجار، شو نسوي؟ اجيب بالسبعه واروح بالثمانيه بالليل. بعضهم فقد المعيل فانخرط في العمل في سن مبكره، واخرون فقدوا كل ما يملكون بسبب الحروب والارهاب، يهيمون في الاسواق بحثا عن لقمه العيش. والله من الضيم وسدونا هالطريق، سوونا حظر تجوال، كل ما نريد نطلع يقولون مرض كورونا. يعني احنا نريد نعيش اهالينا، تركت بطلت من المدرسه ونريد نعيش اهالينا. مشكله ثانيه اللي هي اصبحت عائق على هذه المحافظات المحافظه، هناك غياب لبعض اولياء الامور، هذه الاطفال وتشريد هذه العوائل وهذه الاطفال بدون معيل وبدون راتب، وهذا يحتم على الدوله ان تكون لها الدور الفاعل والايجابي الذي يكون له يعني كراعي أب لهذه الأسرة بدعمهم من ناحية الراتب واحتضان هؤلاء الأطفال في الدورات التدريسية والمدارس والتعليم والتربية، لأنهم هم قادة الجيل المستقبل القادم. دفعوا من سعادتهم ثمن الحروب المتتالية دون أي ذنب منهم، وحال الإهمال والفساد الحكومي دون تحسن ظروف معيشتهم. هذا هو حال غالبية أطفال العراق. من الأنبار أحمد الحمداني، قناة التغيير.